ست هالة، خلي طلاب المدارس وقفوا هون بهالقرنة هي. شو رأيك تحملهم إعلام وبوالين وزمامير؟ ما في مانع، بيكون أحسن، بس على شرط يكون التزمير بإعاز رسمي مو بشكل عشوائي. ما بدنا تضيع الطاسة. اي طبعاً طبعاً بتأمر أبو وضاح. نعم. الموظفين بوقفوا بهالقرنة هي وجهاء البلد بزاوية ثانية. حاضر سيدي. وأنا وين بدي واقف معلم؟ أنت شو رأيك؟ اختار محل بيناسبك. يعني أنا هيك بدي شي محل عالي مشان صوتي يوصل لأبعد مدى. محل عالي؟ محل عالي، لكن المشكلة إنه هالقرنة هي ما فيها محل عالي. طيب شو رأيك سيدي نجيب له شي برميل فاضي يوقف عليه؟ لا لا بوضح، مين حلوة بنوم شو هاي برميل؟ ما حلوة أبو صياح، استقبل أبو النصر من فوق برميل، بعدين منظر البرميل منظر مو حضاري. طيب شو رأيك سيدي نجيب له سيبة يطلع يخطب من فوقها؟ كمان مو حلوة، أنا رأيي نجيب طاولة يوقف وراها ويخطب. والمصيبة ما عدنا نلحق نستعير منبر من شي مركز ثقافي، شو رأيك أنت أبو صياح؟ بيمشي الحال سيدنا بيمشي الحال، أنا صوتي قوي مو مهم التنزع بالعالي. عظيم، أصبح يا ركام بتروح لعندي على المكتب وبتجيب طاولة وبتجللوها بشرشف أخضر وصلى الله وبارك. حاضر سيدي. ها هي الجماهير قد زحفت، ها هي الحشود قد أقبلت، ها هي الساعة قد أزفت، إن الحناجر لتصدح والقلوب لتفرح والمشاعر تسرح وتمرح. أهلا بضيف بلدتنا الكبير، أهلا بأبي النصر. أن النصر آت لا ريب فيه، فلتسمع كل الدنيا فلتسمع، لن يركع منا طفل يرضع، لن يركع منا طفل يرضع، قسما بالهاون والمدفع، قسما بالحقل وبالمصنع، أحلف بسماها وبتربها، أحلف ببيوتها وأبوابها. الجماهير الحاقدة الحاسدة، أيتها الحشود الهائجة والمائجة، نترك الكلام الآن لضيفنا الكبير والمسؤول الخطير السيد أبو النصر العلالي، فليتفضل مشكورا. تفضلوا سيدنا. إن شاء الله بدك ياني وقف ورا الطاولة وأخطب الناس. الرأي رأيكم سيدنا، وين بتحبوا تخطبوا؟ ما بعرف، ليش مو عاملين منصة عالية؟ كل مرة بتقصروا بشغلة وآخرتها معكم يا أخي. سيدنا أنتوا أمروا ونحن ما علينا إلا السمع والطاعة. شو أمروا؟ وين بدي واقف أخطب؟ سيدنا شو رأيكم تطلعوا على الأسطوح؟ لا شو أسطوح أنت التاني؟ شو شايفني بدي أحكي من فوق الأسطيح؟ سيدي والله ما بعرف شو بدي أقولكم. ماشي الحال. لقيتها، جيبوا لي هالرافعة هديك، بدي ألقي كلمتي من السلة. أنو سلة سيدي؟ أنو سلة يعني سلة الكهرباء. معقولة سيدنا تطلعوا تلقوا كلمة من السلة؟ وليش مو معقولة بقى؟ ولا ما بدك ياني تعلى مراتبي؟ يلا جيبوا الرافعة لهون بسرعة. حاضر سيدنا. أبو وضاح تتحرك جيبوا الرافعة لهون يلا. حقوني. هلأ ما لقى محل يخطب منه غير فوق رافعة الكهرباء؟ هو هيك بحب الأنزعة، دخيله ودخيل أنزعته. منيح هيك سيدنا. ما بترتفع أكتر؟ ما بترتفع أكتر يا إبراهيم؟ لا يا سيدي، هي أعلى شيء. إخواني أهالي بلدة وادي الحرادين الكرام، يسعدني ويطيب لي ويلذ للمرء أن شوهد؟ لك شوهد يا مدير المنطقة؟ لا تخافوا سيدنا لا تخافوا، أكيد هدول مهربين. مهربين؟ نسلوني نسلوني بسرعة عوام، نسلوني. كملوا سيدي كملوا، شغلة عادية. عم قلكم نسلوني، نزل الرافعة بسرعة عوام. أمرك سيدنا، نزل الرافعة يا إبراهيم. سيدي ما عم تنزل.
لك شو عم تقول؟ شلون ما عم تنزل؟ هلا ما كان فيها البلا، بالظاهر علقت. علقت؟ لك سيادته بده ينزل؟ قسما بالله بعلق بشرتك هون بنص الساعة، نزلها بلا مسخرة. أمرك سيدي أمرك. لك شو صار معكم؟ ما تنزلوني. يلا سيدنا يلا رح ننزلك، بس يمكن رافع معلقة شوي. معلقة؟ يا حبيبي أحسنين. سيدي طولوا بالكم وتزرعوا بالصبر. ما بدي اتزرع بشي، قسما بالله إذا ما نزلتوني رح تتحاسبوا كلياتكم. يلا لشوف، اخلي لي الساحة فورا، ما بدنا سياتو يصير فرجي. حاضر سيدي حاضر. يلا يا جماعة، خلص المولد، كل واحد على بيته أحسن ما يشغل العصاية. ها بسرعة لشوف. اسمعوا على الحكي، شلون خلصوا لسه ما بدي؟ أنا بعرف. هل اجت الحزينة تفرح ما لقيت لها مطرح. هلا تحركوا من هون لحد ياخذوا وحدي. يلا لشوف. لا سيدي ما حذرت، بدنا نضل واقفين هون بدنا نتفرج. لك تحرك انت وياه احسن ما دب الصوت. يلا لشوف ولا تحرك ولا شوف تحرك. بلا لنا يا الفرجه امشوا. ولك شو عم تقول؟ وين الاهل؟ عرفها العم بقلبك شلون عرفها وشو طالع عرفها العم على الفضيحة يا شماتة رفاق القيادة فيه. اسمع لعملك، أنا راح أبعت لكم فني رافعات بسيارتي وهو بيتكفل بالموضوع. خبرني شو بيصير معك أول بأول. الله معك العم، بس بدي أفهم شو طلعوا على رافعة. ولك عجل أنت وياه شوبت. والله الأخرب بيوتكم والله كلياتكم. أنا يصير فيني هيك؟ أنا أتبهدل هالبهدلة بضيعتكم؟ أضيعت اللي الحردين قال. والله أنتوا الحردين، ما في غيركم. طولوا بالكم سيدي الله يخليك. ولأمتى بدي ضل معلق فوق؟ سيدي بعد شوي رح يوصل الميكانيكي. سيدي شو رأيكم طالع لكم أكل بالحبلة؟ أكيد بتكونوا جعتوا هلا. أختك أم صياح سيدي عاملة طنجرة ملوخية على كيف كيفك. ها ولك ما بدي أتزهرم شي هلا، هلا وقت الأكل أنت التاني؟ قالوا نعم. أهلين. لا لا الحمد لله صحتي تمام ومعنوياتي عالية. اطمنوا طبعا راح نطلع على اتصال. الله معكم. العمى انطبلت الدنيا بقصتي. لك يخرب بيتكم وبيت بيتكم شو حوش. أكيد وصل ميكانيكي. هذا هو وصل ميكانيكي سيدنا. لك ما بيهمني يوصل، بهمني انزل. السلام عليكم. لا سلام ولا كلام، بسرعة يلا تحرك. وين الرافعة؟ لك ليك مالك شايفة قدامك؟ خلصتي؟ ولك هون هون مالك تقصصني؟ صلحها بسرعة خليني انزل عوام. الحقيقة يا سيدنا أنا آسف كتير. لك شو آسف ولا؟ سيدنا هالنوع من الروافع ما بيتصلح إلا بالورشة. أنا ورشة إيه؟ ورشتنا سيدنا بالمنطقة الصناعية. لك شلون بدنا ننضرب على قلبنا ونروح على المنطقة الصناعية؟ سيدنا أنا بقترح تمشي فيكم السيارة على مهلة هيك حتى تصل على الورشة. أنا ما عندي غير هالحل. ولك يحلوا رقبتك إلهي، شو بدك يعني يصير فرجر العالم؟ بس مو الحق عليك، الحق على الفهيم يلي بعتك. سيدي شو رأيكم نرميلكم حبلة تربطوها بالسلة من فوق وتنزلوا فيها على مهلكم؟ شو تفضلت يا مختار؟ شو تفضلت يا بطيخ؟ حبلة؟ أنا أنزل على الحبلة؟ لك شو شايفني طرزان قدامك؟ سيدنا شو رأيكم تقربوها على الشجرة بعدين تنطوا من الشجرة على السلة من السلة على الأرض؟ سيدي أبو وضاح قصده من السلة على الشجرة بعدين من الشجرة على الأرض. إيه سيدي هيك. لك شو الفهم أنت التاني؟ أنا بدي أتعربش على الشجرة؟ لك شو شايفني سعدان قدامك؟ ولك منين بتجيبوا هالحلول الخنفشارية؟ العمى الرئيس مغفر. سيدي منجرب ما في خسارة المسألة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي الحال. جربوا لشوف. يلا شباب قربوا السيارة لهون بسرعة. يلا خلصني. وقف يا ابراهيم وقف وقف. نطوا سيدي نطوا، تفضلوا نطوا. ولك ينطوا ببطنك قرد ان شاء الله. لك شو شايفني شمبانزي قدامك؟
مالك شايف العروق شلون طريه؟ ولا مفكرني فراشه حتى هدي على اوراق الشجر؟ طيب سيدنا شو رايكم نمشي بالرافعه لعند هذيك البحيره اللي هني؟ ايه وشو بدي اعمل عند البحيره؟ سيدي بتنطوا شك على البحيره ونحن بنسناولكم. ومين قال لك اني بعرف بسباح؟ ايه انا بغرق بشبر مي. طيب خلينا نقرب الرافعه على عمود الكهرباء. اوعولك اوعى حدا يقرب شيها. اتصلي بالتليفون بقوات الطوارئ وفرقه العناكب البشريه وهنن اكيد بيلاقوا الحل. بيلاقوا الحل هنن مو انتو. سيدي شو رايكم نجيب حرام كبير ونكمش كل واحد من طرف وانتو بزتوا حالكم عليه؟ ما بقدر يا اخي ما بقدر، معي هشاشه عظام وبخاف انفكش. حافظ رقم فرقه الطوارئ يا رئيس المخفر. خلاص خلاص سيدنا، ما في داعي لقوات الطوارئ، يمكن رح تشتغل. عملك اكل زئ مرتب وان شاء الله ما صار له شيء. اسعفوه على المستشفى بس طلعت اصابته خفيفه الحمد لله نفد. ايه هو كمان الحق عليه، ضروري يتخوذ فوق الرافعه. شو بيعرفني بس الله يستر ما يعملنا شيء فيلم بعد ما يطلع من المستشفى. ليش انت بده يطلع؟ والله ما بعرف بس بكره نازلين نشق عليه ونستسمح منه. الله يتلطف فينا يا رب. امين يا رب. الحمد لله على السلامه يا ابو النصر. الله يسلمك الله يسلمك. قسما بالله يا سيدي ما نمت الليل من انشغالي عليك. بسيطه بسيطه حصل خير. على كل حال سيدي اطمن الموضوع ما راح يمرق هيك. انا حبست شوفير الرافعه ومدير المرآب ومدير الكهرباء وكل من له علاقه بهالمصيبه وهلا انا حاطته رهن التحقيق. لا لا اوعك. شو هاد؟ لا تحبسوا حدا منوب، وإذا كنتوا حبستوهم فورا تطلقوا سراحهم. ليه سيدي؟ ما هن المسؤولين عن المصيبة اللي صارت معكم. ومين قالكم إنها مصيبة؟ شلون سيدي؟ ما فهمت. بالعكس يا جماعة، أنا استمتعت كتير باللي صار معي. استمتعتوا سيدنا؟ جدا، لأنه بالفعل الاختلاط بالناس مصيبة، بس شوفت هالناس عم بعد ومن فوق يا أخي غير شكل. مثل ما عم قلكم من فوق غير شكل.